إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدا الشيخي إمامكو إن شاء الله تعالى كلمتكو أبا وحنك أرندونا موضوع تقوى الله سبحانه وتعالى هي إني سبب تهي في كل خير قفكو خير كأدونا يورن مدى دوني مدى خربة إلهي سبحانه وتعالى عبسديسة إني كحران تهي. موضوع سوى مهم ما دام أن لون الزمن أي دتك قلوبته وضحوها قلفتي سببتنا أي تهي إني بدنتهي مانتا وسائشة هي وحيابها قفك أسهل كرامركا معاسي يدن بإنو قدعه معاسدة يدروبتنا أي مركا هي وحيابها دتك قلوبته وضحوها وإله سبحانه وتعالى عبسدي سا كم ميره أي كم تهي مركا ما دام أي سيدة تهي إنا إسحسوسنا وشيء آدي أدو مهمة مركا إن شاء الله وقته وأكوابا وين اسكد المريض دونا ان شاء الله تعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى امام الغزالي رحمه الله عليه مركو شيغي و خوي ليهي وكنز عزيز وكيد ادي اد مركا وها ويه او قيمه بدن او شرف له ويان مركا قفكو هدي او كو غوليستو ارنكا اسغا او نودو قف تقي الله سبحانه وتعالى كبقيه محوه انتبه هلي كرا واحد جوار أو ناكسن بوليه هاي خير تربضاً رزق وناكسن ليبان وين غنيمة وين أو مركا قفك وكا غنيمة يستوه ملك وين مركا وحجي لقفك نوعا مرضو نغضو وقف ألاك بقاو نغضو وحن مودائن لو سؤولي مركا خيرك أدونك يا خيرك آخر الله بضبا مركا إلهي سبحانه وتعالى ضدك كبقى وملوك الدنيا أدون كمرك اللي تشوجو يجا مركا وحي بقرة آخرنا صدوق كلا يجا مركا بقرة ولا بدي سعادة ولا بدي جولود بدي أدون كي مدي آخر الله وضبع مركا ويحس ليس قرآن كان الله سبحانه وتعالى وأنا وش يا جماعة كم ذا والعاقبة للتقوى ويا ولا الآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين إلهي سبحانه وتعالى وحشي يا هرب دنبيتك إن اللي هذا هاي الله كبقى يعدي مركا الله كبقى ذا آخرنا إن وصلنا مركا وحويان وكلية ذاتك عليه سبحانه وتعالى كبقى مركا ما دام أي تقوى الله سين الشغني خيرك الدون يا خيرك آخرة عدي كسف وقرن سنة يوم معناها اللي وجدت هذا شرع هان محيطها علماء المسلمين تو تعريف أما قيحدو كلا بدلا بيكون شيئين لكن لما أنتوا مركا لفيريو هل معنى يكسو أروريا ابن رجب رحمة الله عليه وحجري أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره وقاية تنتقيه منه أصل الله كعبسك وحلوك ما تقوى ذا وحلوك إذا قفك إنو ياله أما أدونك إنو ياله إساق يوحي أكبق لحظة إنو ياله وحو قاية وكإلالية وحي أكبق تاسع اللوك إذا بجري الله كبقى أبو درداء مركو فسري إساقنا وحو جري تمام التقوى وحويان معنى لما يستننك الله كبقو ويئنو كبقو ويأدونك إلهي سبحانه وتعالى حتى يتقيه من مثقال ذرة مثقال ذرة ووحي شقبته وحي أغير إلا أكاس وكلا وكبقو وحتى يترك بعد ما يرى أنه حلال إلا وحتى أكتق وحيابها قارك وذوارك إني حلاليهين سوى كبقية ما ركتاي يخشى أن يكون حراما أما وحارانيه سوى مركا هبغيون اسكتقو وعليه يكون حجاما بينه وبين الحرام إنه يشتد يوحك العلي سقي حرامتي سداس وكف السري سونا مركز سولة وحسير إله سبحانه وتعالى الدومها وعدي وح يهان دونا إلى كل من دون حق عمل كذا مركز سودري شذا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قف في السماية مثقال ذرة وحش قبته وح وجر خيرا آخره وأركيا ولقى قرن مايو
qofkii shaqaystay wax darada leego isha waxay qabato waxa uu yiri sharana ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye uu arkayaa buu leeyahay qof walba camalkiisii ayuu heli doonaa marka ibnu mas'uud isaguna radiyallahu ta'aala anhu saxaabigaas wuxuu leeyahay markuu fasiriyay qowlu ta'aala ittaqullaha haqqa tuqati ayuu wuxuu yiri taqwada la sheegaya waxa weeyaan an yutaaca falaa yucsa wayudkar falaa yunsa wayushkar falaa yukfar macnaha loo jeeda buu leeyahay qowlu tacaala ittaqullaha xaqa tuqaati waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku inuu adeeco uusan caasiyin ilaahay inuu xuso uusan ilaawin ilaahay inuu ku shukriyo uusan ku kufrinin saasaa loo jeedaa marka shukriga ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la leeyahay ilaahay qofku inuu shukriyo waxaa soo gelaya jamiicu ficlu daacaat dhammaan qofku inuu sameeyo wixii daacad ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu yeelayay marka la leeyahay in la xuso aan la iloobinna waxaa loo jeedaa waa qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xuso qalbigiisa iyo jawaarixdiisa intaba uu ka xuso oo awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qaato fii xarakaati wa sakanaati haddii uu shaqaynayo ama uu soconayo ama uu wax qabanayo hadduu joogo oo uu fadhiyo ma ujeedaa inuu yahay qof fulinaya awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kasta iyo xaalad kasta marka uu ku sugan yahay ka dheeraanaya nawaahida iyo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala u diiday kaasaa marka waxaa loo jeedaa buu leeyahay macnaa dikruhu falaa yunsa ilaahay subxaanahu wa tacaala in la xunso oo la ilaawin kaasaa marka loo jeedaa weeyaan marka khulaasada waxay noqonaysaa taqwada alle subxaanahu wa tacaala qofku waa inuusan xaqirin wax ka mid ah waxyaabihii wanaagga ahaa inuu ka tago isagoo liidaya inuusan samayn wax macaasiya oo dembiya isagoo yaraysanaya khulaasadu intaasay kusoo ururaysaa arrinkaasina waa markii sida uu ka cabiray oo kale weeyaan ninkii mawjeeda gabyaag ahaa ibnulmuctamir khalli dunuuba sagiiraha wa kabiiraha fa watuqa wasnic kamaashi fawqa ardi shawkin yaxdaru maa yara walaa taxqiranna sagiirata in aljibaala min alxasa sidaas inuu ku cabiray oo uu leeyahay dunuubta iskaga takeeda yar iyo keeda weyn fahuwa tuqa kaasaa muxuu yahay alla kabaqa kaasa ah oo samee buu yidhi sidii mid soconaya dhul wuxuu leeyahay qodax si u digtoonaado isaga ilaaliya qodaxdaasi marka inaysan mudin saasoo kale isaga ilaali marka walaa taxqiranna sagiiratan in aljibaala min alxasa dembi yar marka ha yaraysanin maxaa yeelay buuraha waaweynba dhagax yar oo filiin oo qurur waxa la isu geegeeyey ayaa buurta weyne ka samaysantay marka qofku hadduu fadiisado xumaantii uu maanta mid sameeyo berri mid sameeyo berri mid sameeyo waa isbiirsanayaan sida buurta weliba marka dhagax yar oo isbiirsaday ay u noqotay ayaa markaa qofka dunuubtiisana maxay noqonaysaa wax aad iyo aad u weyn arrinkaana abu hurayra radiyallahu tacaala canhu ayaa saasoo kale loo weydiiyeyo ninkan gabyaaga ahi warkiisa uu ka soo qaatay abu hurayra waxaa la weydiiyey sallallahu calayhi wasallam radiyallahu tacaala canhu saxaabiga jaliilka taqwada ee alla kacabsiga markaasu wuxuu ku yiri ninkii weydiiyey weligaa ma martay jid iyo dariiq wuxuu leeyahay qodxanyo markaasuu ninkii ku yidhi haa markaasuu abu hurayra wuxuu yidhi oo sidee samaysaa markaad jid qodxanyale marayso maxaad samaysaa markaasuu wuxuu yidhi dee markaan qodax arko waan ka fogaadaa waa iska ilaaliyaa maradana kor baan u qaataa si aysan xataa maaragtay geedka qodaxda le yuusan ii qabsanin markaasuu wuxuu yidhi daaka taqwa alla kacabsiga lagu sheegaya sidaas camal weeye qofku markaa inuu is-ilaaliyo oo wax walba markaa uu keeni kara in maaragtaayay ay macaasiya oo dembiya inuu iska ilaaliyo oo macnaha waxa weeyaan qof dariiqaas qodaxda la marayo isu ilaaliyo ayaa qofka muslimkana laga rabaa inuu dunuubtii iyo markaa xumaantii isaga ilaaliyo ibnulqayim raxmatullaahi calayhi isaguna macno kaas la mida uunbuu ku sheegay oo wuxuu yidhi xaqiiqadii waxa weeye alla kacabsigu alcamalu bidaacati illaahi iimaanan waxtisaaban amran wa nahyan fayafcalu maa amara allaahu bihi iimaanan bilamri watasdiiqan biwacdihi wayatruku maa naha allahu canhu iimaanan binahyi wa khawfan min waciidihi waa macnayaasha hore unbuu ku shumaya wuxuu leeyahay xaqiiqada alla kabooqu waxa weeyaan alcamalu bidaacati illaahi iimaanan waxtisaaban qofku inuu sameeyo wixii ilaahay lagu adeecayey laba arrimoodna markuu sameynaya waa inay niyadiisa ku jirtaa iimaan iyo ixtisaab iimaan uu rumaysan yahay waxaa kani inuu yahay wax ilaahay subxaanahu wa tacaala ku addoonsaday amar ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu fulinayo iyo ixtisaaba waxaa loo jeedaa ajardalab inuu u samaynayo iyo camalkan aad samaynayso
آخر إلهي سبحانه وتعالى أجرها كاسيو جنة آد كوغشد نار آد كغبد بادد عمرو طاعات لبضا رمان قف من أصمينيو وايه إن أمر إيا نهي قفكم مركا وحا ويان ضاعدي أمر إيا نهي أمر أو وح قفكم إسفريو إيا نهي أو وح لودي دي مركا إنا سميسو لغار يا بي مركا سوح يري وح صمين يقفكم مركا وح إلهي سبحانه وتعالى أمري إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده وايه إساق أورميسان إن إيمان أورميسان يهي شيء غاس إنو داعيه يا وعد جيس يا وهيس الله سبحانه وتعالى أرمينا يه ومعنيه إنه شجن ويان مركز علماء وحيليه سيدنا وقف سيدنا القيم وسيد وقف عن الله أنكر مركا حد ك يقيحتانك الله سبحانه وتعالى كبغو إنه مركا ونغنيه هاي اللي عمل كسوقفك سمينا يه وإنه ليه مبدأ يا غاية وإنه ليه مبدأ وهو يكبر عبنا يه قفك إيمان يرمين وسمينا يه يا غاية وامحي أجر دلبك مركا قفك وضرب يه إلهي سبحانه وتعالى تقوى يا الله كبقى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمر البؤس تيري إسقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس وما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معنى إلهي سبحانه وتعالى إسقى إسودا فيه واتقوا الله ولله سبحانه وتعالى كبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس وما قدمت لغد مركا إن إلهي سبحانه وتعالى مركو إسودا فيه وإسطوري تقوى إسقوا الله سبحانه وتعالى معنى واحد وجه ذا وحك السوء إلهي سبحانه وتعالى عرق ليليا إسكا إلاليا وهو أعظم ما يتقى كاسا محو يهي وحقفك إسكا إسأهوين وحي إلهي عرق ليليا قفك إنه إسكا إلاليا مركو إلهي واتقوا الله إلهي كبقى وقرآنك آياتك إنه أخرانية هو لمتك إلهي سبحانه وتعالى إسو تيرانيا وروا إلهي سبحانه وتعالى وحي عرق سكيني إسكا إلاليا شيء كاسا محو يهي وحقفك إسكا إلاليا ولا كبقى وحي إلهي عرق ليليا مركو أهوين مرر كقار كون إلهي وحبا اسكو شاقي إنو يسوي يهي أهل التقوى متك أو أهل كائن إساق لغا بغو قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة إلهي سبحانه وتعالى هو أهل التقوى بغيتان متك أهل كا إيه متيسين لغا بغو وإساق وكذلك الدمداف كان عدا متيستين أضومه الدمدافة أما لغا دبل الدمدافة إلهي سبحانه وتعالى وإساق حديث بان معناها كسر الإمام الترمذي ذنيا وإن كان في سنة ضعف وكسر غيره وأيه تقوى الله سبحانه وتعالى القرآن كمركات في رسوه مركات قارق وضوح الله تري أيضا الله إضافية إلهي سبحانه وتعالى حقاب كيس ونارته مكان كم إذا مكان هذا والله إضافية وحلو إضافية زمن كم إذا الزمن هذا صدق قيام هذا القرآن كأنت بوي كشرته وايه وحكم اذا قوله تعالى سيدا ان لو اضافه عقابه الهي واتقوا النار التي اعدت للكافرين الا وحليه ورنارتا كبقى بداس لو دياريه غالده فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين معنى عقاب الهي سبحانه وتعالى با تقودي لو تيري وركا كبقى الهي سبحانه وتعالى وما حي نارتا وحك سوقفك غين كره انه مركا اسك الهاليه زمن كان لو اضافه كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وقيامتي وركب مالن كبغ الهي سبحانه وتعالى حق سليدين عليني وتقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا معنى الزمن كينا ولو تيري وقيامتا ان نارت قيامته لبدوا وا لبا شيء او مدن ادومه وا ان لو براروجيو وانا وحيابه اوغو واوين او قفكو قلبيس هادو كهيو تقود الله كو خنباري كره ما خير نارتو وا ميل الهي اوغو تلا غلاي انو كغا ارغوستو عيد الهي سبحانه وتعالى عاصدي قيامتنا waa meel ahwaal iyo dhibaatooyin xoog badan jiraan marka qofku hada labada arimood qalbigiisa uu ku hayo waa laba arimood oo sababi kara inuu qofku taqwada iyo Alla ka baqi marka uu fuliyo waxyaabihi taqwada iyo Alla ka baqi u diidayna adoonku marka uu ka dheeraado saadarteed baa labadaba quraanka lagu tiriyay en Alla ka baqi marka la leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala la sameeyo waajibaadka in qofku uu sameeyo waa Alla ka baqi ترك المحرمات والله كبقي وسوقليا بل وحا لغا يبا مندوباتك وحيابه مستحباتك ها اي وحيابه مكروهاتك دمانت اني سوغلان او قفكه مرك ليه الهي كبق ان واجباتك سميه حارانتي كديرادو وحيابه سنياشا مستحبك ها سميه وحيابه كراهيتها ان او كفغادو دمانت وي سوغليا قران كان لغا هليا قال تعالى
ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله سبحانه وتعالى وحليه كتابك مشاهد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وحاشك كجرين تدك المتقين تو الله كبغى إنه مركي أهنون يهي المتقين تبالسفي الذين يؤمنون بالغيب ووحيابي عقيدات كها غيبيات كمغناب الرميسيين أعماش واجبات كان واسمين يانو ويقيمون الصلاة وحيابي سنين واسمين يانو ومما رسغم ينفقون مركو كل وإسوء قليان موجودة تقوى الله سبحانه وتعالى قرآن كمركي نفيرينه صدح الرمود بقرآنك استعمالا لفظك تقوى مد وحوية الخشية والهيبة الخشية والهيبة الله كبق يا مرك وامحي هيب وإياي فاتقون الله مرك ليه أنا جا يكبق ويجا هيب يستويان واتقوا يوم ترجعون فيه الله كهيب يست وكبق ما أنت على حق الذين علنيه كسوى معنى الله بعد إن لو استعمال قرآنك استعمال لفظك تقوى بمعنى طاعة والعبادة إلهي إن لا أضيعه لنا عابده كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ابن عباس مركو فسري محجري اتقوا الله حق تقاته معنى وحويان أطيعوا الله حق طاعته إلهي يالا أفرتوم أمر كيسا يلتانك حق أولي إليه سبحانه وتعالى مجاهد سيده وكلا وحجري مركو فسري هذا ابن سعود وكلا تو هو أن يضاع فلا يعسى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فلا يكفر هذا الكلمة مسعود وكلو كفص المجاهدين وحق اتقوا الله حق تقاته ومعنى هذا هو حوى إله إن لا دعان العاصين إن لحسوء أن لإلوين إن لغو الشكرية مرك إله سبحانه وتعالى أن لغو كفرين معنى أقول دنبي وانا معنى مقصود كأمرك المشن شوقنه وتنزيه القلب عن الذنوب تقوى إن لو تشيده قفك قلبك سئنه كنزه وكوفه لما ذنوب تؤران وعيه قرآن كان والله استعمالي كقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وإيه إلهي سبحانه وتعالى ده وحو شيء طاعدي إيه خشدي مركاسو وحو شيء تقوى مركا وحا لقى فهمي إني لوح وحكا لبدريهين ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله طاعنا والا شيء عبسي ألنا والا شيء وما وحي خشدي مركا التقوى دولا مركا هو شيء صدحاد مركا وحا لقاني حقيقة التقوى إني معنى هلك اللوغة شيء ده وحن ضاعدنا هين خشدنا هين مركا محوية هي وتنزيه القلب عما ذكرنا من المعاصي قفك قلبك سئنه كهفه معاصي ذا إيه ذنوبتا أي اللوجة مركا صدح ذا معنى أي قرآن كو استعمالي لفظك التقوى الوقت وقبل إن شاء الله وكسعنا تقوى شرفت إلا هذا يا الله كبقوا أي إن شاء الله تعالى أنكو حجنينا لمركو تقوى أهمية إليه ذهي ودردارنك إلهي سبحانه وتعالى تدك قوة ذه الرئي يكون بإلهي سبحانه وتعالى دردارنك قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلهي وحي إليه سبحانه وتعالى وحن أدردارن إذنك يكون كتابك لسي إذنك الرئي إلهي سبحانه وتعالى إن أتكبغضان إمام غزالي رحمة الله عليه مركو في السرية وحجري إلهي سبحانه وتعالى صومتك أوج وح أضوميس أصوبا معها وح أون الساحة ذا أو خير كبدك سو كان أوج معها سو أضومها كان أطرتان كبدن معها وح أمرك وسيو هذا كسو هذا وليه هدي أيهان لهاي ما وش ذا شيء يكلمة أضومها إن لجو عديه وقصو بنان لهاي وحاجة خير ككل بنان لهاي وعبودية يا ضدك الدوم إلهي إنه غدا ككل معنا ككل من بنان لهي والدوم هذا مقال كذا يا آخر هذا كان معنا كان أدونك يشوفان يا آخر هذا وجمرك خير بنان لهي إلهي سبحانه وتعالى وأدورا لها لكن ما دام لفتك أن تقوى أدورتي وحيد دليل أتهي إني سنشرين ما دام إلهي صفات كاسونه كسفوبي وأدومها وحي خير وجوره الدون إلى آخره عبودية ذي وحي إلهي كأدون صلى الله عليه وسلم عبد الله وقرن أيه كلمة أدور ما دام يتلف ذلك تقوى وحال فهم ينسى إن شري المركة كلمة كلا تو أو كا كوبيت بدن
الضومها وحي إلهي سبحانه وتعالى وكربي هي مركة إنا كفران ويا صادرت يدو إلهي سبحانه وتعالى الضومها كوادي هراء هي كوادي دمبا دردارا وسينيي وحكوسه أروريي بوجه ده كلمة يدا وإلهي سبحانه وتعالى إن لقى بغاه مركة النقطة ده كواد وإن تسيني أهمية إلهي كلمة التقوى أما الله كبغو وحوي دردارك إله سبحانه وتعالى ودورتي إن أدر دار إنجا يدتك نجوري ما دام إلهي أضومها وحمس لحد وجوت يسوي يغانو بغض الله بعد ودر دارك النبي جنا صلى الله عليه وسلم ومدس أدر دار مي حديثك عباد مصارية والله قرنيو النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليه يهون وعدي وعد حال يا رب بليغة مركاس قلبي جنا الرحمي إنه هنا الميان وعدي رسولك مركان دقي سنين markaasana rasuulka ku niri rasuul waadiga wax mudamaanta sidii qof wax sawootina iyo noodar daaran nabiga daaran kala wadiyay muxuu warmariyay oo siikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'a waxaan idin daarmaya ilaahi subhanahu wa ta'ala baqdintiisa iyo as-sam'i wa ta'a ina marka isbaqashaan isna yeeshaan ibn rajab markuu fasiray intaas as-sam'u wa usikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'a labada kalmado markuu fasiray wuxuu yiri فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة لماذا كلمة دود والنبي يقول من هرسي دارنك أوصيكم بالتقوى الله والسمع وضاع ولماذا كلمة دود وحي كل من أيان سعادة الدنيا كي آخرة أما تقوى ذو حليه وحي كفالق هذا سقفك السعادة سي الدنيا آخرة قفك قفسده وكله وانا در دارنك إلهي سبحانه وتعالى إنك يددك نقه الرئيب أما سمعك إلا اسم غلو وقفك أمره ذا يمدحض لك الدم بيانا وحويان سعادة الدنيا يا جوشي الدنيا المسلمين تكوهليان محايا لو واحد أقول هجاجية مصالح دي نلاش هذا هذه أي فوضى طبعا لك على الضمبين هذه الدنيا كفوضى كذا عشان نلاش هجاجي ميسو ويا وكذلك واحد أقول ميسنا يا اسم قال خي كلا الضمبين تا عبادة الله سبحانه وتعالى يا داعديسي لفت هذا والله كلا ميسنا يا وهذه أن أمني يا إيمان يجرين قف حتى إله سبحانه وتعالى ما عابد كروي مركا يدنا مركا ونقد مركا مهمه نبي قصا إنه دردارم إن تصنيس أحاديث كلو بدنا مركا ويجرا نبي قنا قدر دارم صلى الله عليه وسلم موجي ده وحكم هذا حديث كنبي قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن إلهي كبر سبحانه وتعالى ملك صدق قصو قنت هاي إن هذا يحمى من كار دعنا وناك رحسي تدق مركا على رقم يسنا دقا وناك سنقول دقا نبي قصا الله عليه وسلم إنه قدر دارم إيه حديث كلو مركا تربدا ويجرا نيجونا نقطة الصدحات وأهمية أن تسني إلى الله كبوغ وحويان وحويان وهذا دارا كجميع الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام الأنبياء دي نبي جن كهرزي صلى الله عليه وسلم لما أنتوا ومذوه دي أدر دار مشرين إلهي كبقى القرآن كان آد بيوسع أرورتي إلهي سبحانه وتعالى مركو كورهم يا نبي الله نوح محجري كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون وفرسوا way beenisa qoladii nuux rasuulka loo diray nuux aha markuu kula haa bibi beeniyeen walaalkood nuux ah ala ta taqoon kalmadu u doortay fiiri waa maxay walaalahay subxaanahu wa ta'ala ka baqaynin sidoo kale nimankii ahaa reer caad waa ay beeniyeen nabiga loo diray oo huudaha isagoo ku weynanaya sidoo kale to ala ka baqa kadib caadun al mursaleen id qaala lahum akhuhum hudun ala ta taqoon u firso kulli anbiyaadu markaa waa sawar sidoo kale to ee qoladii ahaa reer thamud نبي الله دري أو صالحها وإي بيني سقو كوا عدني على كبغة كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون سدوا كلا قوم لوط نبي الله لوط مرك الله دري كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إن موسى الله دري فرعون سدوا كلا تو وإذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا تتقون جميع الأنبياء جد كمرك أي سدوا أمرينه موجي ده وحي كوانين جيرين وكو وعدين جيرين ومضهودا إلهي سبحانه وتعالى نك بغان مركا ما دام ايرسوشو يهين بين آدم كو كو اوغو ظهرسون اسلام مركا انا اي اهايين اني ادومها او نصيحيين ددكي الله او دورتي او فيرسو كلمه اي ددكي كو وعدين او دورتي وام حي الله كبغوي مركا اني تهي اي انا تسنيسا الله كبقى يلي اسكو وعدي يلي اسكو وانيا شيء وين ما دام انبيادي رسوش الهي سبحانه وتعالى صدري كلمه اي دورتين ومدود اني كو وعديان اني الله كبقى هي واهميد وين بيلي هذا افر وحا كميدا ودردارنك سلفك ان الله كبقى لا اسو دردارما
سلف كأن أمد إن نجهر يسأن سلف الصالح من الصحابة اللي قصوا بلعبه وكلمة يسود الدار مجرين من رجب وحوله رحمة الله عليه سلف الصالح كم ينزل إن يسود الدار مان مرك كل مان الله كبغى سبحانه وتعالى تصالح مرك صوح أس وغاتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرك أي جريد كس وحادرتي خلافة المسلمين توح أدر دارمي إنه هو جامية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر مركه وياري وأنا غدر دارم در دارن كعمر ومركه أبو بكر وشيدني وحوجه الرئيسي اتق الله يا عمر وعمر إلهي سبحانه وتعالى كبق أي وشيدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى نفتي قيسه وحوجه ويل كيس عبد الله يها أيو در دارن أقري در دارن كأقري محوجه مري فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل وعمر بن الخطاب بقول كيس در دارمي ورد دارن أقري وحوجه مري وحن كودر دارمي إلهي سبحانه وتعالى عبسديسة محايا لي قفك إلهي سبحانه وتعالى كبقه فإنه من تقاه وقه ساسكوير قفك إلهي كبقه إساقنا إلهي بإلالية ما دام إلهي وإلالية قفك سويحي وكربي إساقنا إلهي سبحانه وتعالى وإلالية قفك مركا ومن أقرضه جازا قفك إلهي وحقردسية معنى إلهي درتي وحسمية وحلبحة عمل إيه فعل كوي هبا إلهي سبحانه وتعالى وكأبارية ودردارنك عمر وايو ومن شكره زاده قفك إلهي أمهد عليا ونمعينك أوسي إلهي وقامهد علينا ولوس يديا وايو هاي مرخصو دردارنك محكو سدري واجعل التقوى نصب عينيك الله كبغى إن لها قهرت ذكيا شيء قوه ريو إن لها ويكون عيان وهلك أتصور لغانيسو إلهي سبحانه وتعالى كبقي سهر نغضو دردارنك السكوير عمر بن عبد العزيز سيدو كلاتو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه نبو إسقنا أقرا دردارن دردارن كويح يقول مريء أوصيك بالتقوى الله عز وجل وحنقول دردارن مياه إلهي سبحانه وتعالى عبسديسة والتي لا يقبل غيرها تاسو أن لا أقبل وحيدا أنا هين أن لون حريصا إلا أهل كود موياني أن لا أبال مرندتك إلا إيادا موياني بركاسو حقوق بقبيي فإن الواعدين بها كثير والعامين بها قليل تتكددك كو وعدي الله كبقوا واترب ذيهين لكن دتك كو عمل فلا لك بقو مركا واير يهين ساس مرك هذا الكسي كو غبغبيي عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه مركا له عمر عمر بن عبد العزيز مركي خلافه المسلمين تو لا وريغي ايو خطبه شيدي خطبتي و هو هور مري اسغنا اوصيكم بتقوى الله عز وجل وحن اذن دردار ما يبي كو يري دتكي الله سبحانه وتعالى كبقيس إلهي أو الله بقى فإن التقوى الله عز وجل خلف من كل شيء إلهي أو الله بقى ووحى خليف كن غضه شيء والباء وليس تقوى الله خلف لكن يا إلهي معنى تقوى الله وح كبدل غضه مشرو لكن شيء والباء وح كبدل غضه إلهي سبحانه وتعالى بقضيه غف مر كل شيء ماذا عودك سهلية لكن يا ذا وح كبدل غضه ويراتي مر كان مشرين ساسكين وياه marka leeto isaga ninkii oran jiray yunus ibn ubayd sawo dadar isaga muxuu yiri usuukum bi taqwallahi wal ihsan fa inna allaha ma'a alladheena taqaw wal ladheena hum muhsinun waxaan in dadar ma yeelay subhanahu wa ta'ala kabaqisa iy ihsan oo samafalka markaasu macnaha ayada akhriyay fa inna allaha ma'a alladheena taqaw wal ladheena hum muhsinun ilahi subhanahu wa ta'ala wuxuu la jiraa mucood ahaade dadka ilahi kabaqa samahana markaas sameeyo muhsininta أي رهيل الشريعة. مغضض الشناد وقتصنيس أهميّة إليه الله كبق وحويان. أجمل اللباس يتزين به العبد ويان. برق وقفك إسقوق رحيو. كانوا قوق روح ضبطنا وعلى كبقة. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إلهي وحوله سبحانه وتعالى بني آدم وحن إديس ودشني. لباسا يواري سوآتكم در أدع وردنا كقرسان إيا وريشا وريش هو وح أنت كزيادة هو ودرك الإسقور حيو إيه ما عرفت قفك عوردي سمرك وقري زيادة كأه مركز أعلى محو قدري واللباس التقوى ذلك خير درك الله كبقى أي سكاك خير بدن عن درك قفك تركي سيا عوردي سو كقرن يو هذه الله كبق إيا إيمان إيا تقوى قلبي سيسن كجرينين دركان وقفك اسكو قرحيه قيمه ملوي مركز اعلم حيري واللباس التقوى ذلك خير
dharka alla ka baqa ayaa ka khayr badan imaam qurdubi raxmatullahi alayhi markuu fasiriyay wuxuu yiri walibaasu taqwa dhalika khayr wuxuu yiri bayyana anna taqwa khayrun khayrul libasin kama qil way dharka alla ka baqo waa khayrul libas dhar qofka xirto waa kan ugu khayrka badan weeyaan sida la yiri nin gabiye muxuu yiri idan maru lam yulbith thiyaban min at-taqa تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير اللباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان عاصيا أنا آيات القرآن كيسو ديجين إنك سوح يجري قفكو هدوسا لبسان درك الله كبقى وحو النقضاء أو قدوا ما إساقوا قاوان دربها ستيه أنا مريها قفكو در كورك ستيه وحق إمام مله درك الله كبقى قلبك قفكو قجرة كاسا مهم مرك قفكا هدوسا الله كبقى قلبك قجرين dushaan darbaha ka sitay muxuu ka dhigan yahay ka anama qof qaawan markaas wuxuu yahay ninka gabyay wa khayrul libasil mar'i ta'atu rabbih qofku dhar uu xidho tan ugu fiican waa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu adeeco weeyaan wala khayra fi man kana aasiyan qof aasi ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkiisa aan yeelina wax khayra qofkaas ma leh lambarka lixaad oo ku tusinaya ahmeeda uu leeyahay alla ka buuq waxa weeyaan وزاد يتزود بالعبد افضل زاد يتزود بالعبد قف وح زاد قاته وح وقف لك بدن والله كبغى قوله تعالى وتزودوا فان خير زاد التقوى والتقون يا اولي الالباب الهي وح لي سبحانه وتعالى ورخصات قاته زاد وح وخير خير بدن كلا اسكو الى عليه اسلام مركا انا والتقون يا اولي الالباب ابن كثير مركو فسر وح لي قوله فان خير زاد التقوى وحلوش هذا زاد كابوليه لما أمر بزاد للسفر فضية ومرك إلهي أوليه فإن خير زاد التقوى قفكم مركم مسافر يا حجك بالجو ورمي وحجك وعاديه إنه وح وسكو إلى عليه مرك قال لي مع وحوين فإن خير زاد التقوى تقوى وحلوش هذا قفكم وح مصروفة وسكو إلى عليه إنه قاته وإنه دتك بريه أي سنة عنن هاي لقفكم إنه دتك قعنته وهرصد بريه وعاب marka alle wuxuu leeyahay marka safraysan adduunkii waxa isku ilaalisan qaata waayay markaas alle subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ibnu kathir u fursi wuxuu leeyahay lama amarahum bisadi lisafri fi dunya arshadahum ila zad al akhirah markii zadki adduunka qofku isku ilaalinaya la amray ayaa hadana maxaa la yiri oo la amray zadki akhiro oo alle ka baqa inuu qofku marka qaato saas u leeyahay ibnu kathir rahmatullahi alayhi sida alle ilaahay u yiri aayadani soo marino kala tawariishan walibaasu taqwa dhalika khayr waa ay labada aayado marka soo macne ayay ku aroriyeen marka labada aayadood weeyaan waaye noqdada toddobaad oo ku tusinaysa alla ka baqo muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan dadka ilaahay ka baqa waa awriyada ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan iyaga ugu karaamo badan dadka ilaahay ka baqa oo ahlu taqwa noqda oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa waa ilaahay awliyadiisa makhluuqaadkan iyaga ugu fiican قولوا تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلهي وحو شيغي إلهي أولياء ديسا بغدن أن يسن كركو داهان إيسان مركا مرغوانين إن يسن بقينا مستقبل كهور رأي أو آخر جره إن يسن مركا وحويان كبقين إن يسن مرغوانين وحي أدونك إيكا قصو تغين أو مارك تاي إيكا يمادين إيسان كم مرغوان إن مركا هلابان وضيعمان ما دام إلهي أي إلاليين labada ducood ba ilaahay baa u ilaalinaya iyagana marka awliyadu waa kuwe alladiina aamanu wa kaanu yattaquun waa kuwe ilaahay subxaanahu wa ta'aala rumeeyay kadibna ka baqay marka dadka ilaahay ka baqa waa awliyada ilaahay sharafta iyo qiimaha siina leeyihiin sidoo kaleeto wa akramu naas ka qawli ta'aala in akramakum inda allahi atqaakum ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa kuwa idinku karaamada badani waa kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baqa marka miisaanka waxa lagu miisaamayo ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka uu ku karaamada iyo fadliga uu ku siinaya waa alla ka baqa baa ujeedaa sidoo kale ta nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisuna wuxuu waafaqsan yahay aayadka qur'aanka oo saasoo kale miisaanka uu wax ku miisaamay addoomaha xagga fadliga iyo karaamada iyo kala sarayntu wuxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala laga baqo nabiga la weydiiyey xadiiska ku sugan bukhaari ayaa nabiga la weydiiyey man akramu naas dadka ayaa ugu sharaf iyo karaamo badan nabigu muxuu sallallahu alayhi wasallam atqaahum lillah ilaahi subxaanahu wa ta'aala kooda ugu baqdinta badan baa dadka ugu sharaf iyo qiimo badan weey mawjida
إمام الشنقيطي رحمة الله عليه مركو كور في وحيه فضلك هي كرامة وحلقو ميسامة واتقود الله سبحانه وتعالى ما حق نسبك هي قبيل كما وقفك إنه نسب في عن هي قبيل في عن والله نراء كذا شيء هدو أهم ويقف إلهي سبحانه وتعالى أن كبقنين لان ديران ماذا هي قبيلك وكذا شيء قيمة أصلا من ميسو أي إلهي أكتسك قيمة بدنا كفي عن مثل جاي قبيلك سئل اللي ذو هدو يمد إلهي سبحانه وتعالى كحرا ورب سبحانه وتعالى كبقى كاس إلهي أكتسى موجي دام ميزان كآخر كفي عن كان قيمة بدنا ويا وياه نقطة أقدام بيسة ومارك تاعي أن لنا إن تصني سهم يد إله هاي إلهي سبحانه وتعالى ولا كبقى وحويا إلهي سبحانه وتعالى إنه أمر المسلمين ترى تغوض يا الله كبغى الله وحده سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله وحده يسوك الميسة سما فلك يا الله كبغى هيسوك الميسنينا بوجدة إثم يعليتنك هيسوك الميسنينا إمام قرطبي رحمة الله عليه مركو فسري وحو يري إلهي وحو يري أدومها التعاون بالبر إني سوكا الميسان سما فالكا مركو إنتاس أي وحو كحريري تقوى الله سبحانه وتعالى يدنا الله كبغنا سيدو كليتو إني سوكا الميسان محايا يلي تقوى ذا محا كسوغن رضا الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى أهرال كان نغضة سما فالكا إني سوكا الميسان محا كسوغن رضا الناس تذكر هذا لك النقطة مركا قف كلا بضع سوء كلا أنتوا وإلهين رالي جرين تسي هلاي وتقوى ذا كه هلاي بين آدم كينا مركا إنه رالي جري كه هلاي كه هلاي يا سما فلك إنه هو كلام يجي وحمان وصن هو كلام من كه هلاي قف كسواء محي وحليه فقط تمت سعادته وعمت نفعه قف كسعادة يجوش الدنيا آخرة لا بضع وأكل من وياهي نفعيه سنة أمد يبلشدي بركة يعممية بركة واشي مؤين ساسا مركة الله إنه أمريا ومسلمين تأو أمريا إلهي سبحانه وتعالى مركة إني كبغاوية إنت هسك بعد مركة قفك ومدى وحي إليهن قفك مركو رب إلهي سبحانه وتعالى بغدنتي سإنو حسليه شن حبنا ذو حبنه سكمي ذو وإنو إلاليا محي مركة شن تاسي وإشي سا يدكتي سا يعرب كيسا يقلب كيسا يعلوشي سا شن تاقفك هدو إلاليه ووحي حمان أكينا يؤك إلاليه إن شاء الله تعالى وحسي ليسا إلهي سبحانه وتعالى قفك هسئن وكبغه وحبنه سا إنتي كلنا قوة سيتابعيه نو إلهي سبحانه وتعالى مركا قفك بقى أي قفك نغنية مركا السؤال بعد عكرت قفك إنو يري هذا oo xubnaha shanta marka sidoo ilaaliya sideeban ilaalin kara waa soo khulaasinaa insha Allah ta'ala culimadu waxay leeyihiin shan arrimood qofka hadduu sameeyo shanta xubnood waa ilaashamayaan kadibna xubnihi intii kale qofka kuwaas ay taabic noqonayaano qofku qof ilaashan oo Ilaahay ka baqabo marka noqonaya shanta arrimood oo qofku ku ilaalin karo shan arrimood hadduu qofku sameeyo xubnaha shanta baa uu ilaashamayo koow hadii qofka laga helo maxabbatullahi azza wa jalla قلبك سدي إلهي تعيل كيس كحوك بضطه ووحك السوق قفك أي هوديس أي تعاش هاي هدو كهر مري تعيل كله سبحانه وتعالى قفك سوى النقض أساعد كرتين وحبناها سلاش ما شنتها وامد لبو نعم النقضات خس هذا بيوسي باين لكن إن شاء الله وقت غنوير وأسكت المرينا كله إن شاء الله تعالى لبو استشعار يدرين قلبي سئن كسو كنت مراقبة الله إله إنه أجد قف إن على نيو مركز ساعة سئكنت إنه قف إلهي كحشاده وأن نضل بعد وقف حبناه إنه إلى ليه مركز أسهل كرته إنه قف دنيوانري مراقبة الله إله إنه إلى نيو إله إنه محويا كركع ساري ملائك واحد كل هذا الشو أي واحد مركز فشل الله بضبع كو قرية خير يشر إله مركز إنه كوجده وكأركيه een sida waxa samaysana lagu qorayo qofku marka inuu dareensiyo waan qodob labaad tan saddexaad inuu qofku qalbiga ku hayo dambi iyo macaasi hadii uu sameeyo sharka iyo uquubada ka laazimaysan inta laagtahay haday noqoto mid adduun iyo mid aakhira labadaba
هذه تيمد أدونه مع سيدو قفك وحيابه بدن وخيره أدونك وهري لها إني مركها قرن مريسه إني سبب كرتوا آخرنا عذاب النار مركها قفك ذنبك وسمية إنه سبب كرو تانا قفك قلبك هدوك هيو والنقطة صدحاله إينا مركها قفك سبب كرتها إن مركها حبله ساس ويلاليه ماذا أفراد قفك إنه يقانه ونفتي سو كل اللي وبره نفتي سو واحد يتعيش وحمانته سوق أتكان لها يدمع عن نفتي سو يتعيش وحيوان حمان قف كل نفتي إنه كل اللي إنه كأتكاده معناه وام حي إن إيش النفتي هذا كأتكان أجيده كهجامين يعدوك إن أتكا عذكت هجامين كرتوا نفتي إن أتكا عذكت هايو وحين نفتي يكوي ياري سو مركا حمان وشرعي يدين تلاه خلاصا قف كتشوتشين كرا أو كأذك نفتي سو علين كر إن أتهاي ونقطة أفراد شنات أو قدام بيسة مكائد الشيطان هي مسائل دي سقف قدرتك ميلها وكأوجار صدق هي قف ميلها والشيطان وكسر جلا إنه قف وجرن كرو يقانو تدوار رمض بينه كسر العلماء ده وقت أنا جوك قابنا ما قال كره موجه ده وحيابها شنطة قف كهدي وحاضر صدق أو نفتي سكل اللي أو بره وحي سبب وقولنا قاني سامح ابنه شنطة ها إنا إلى شمان قفك شنطة وحبنا هذا إلى علينا محنري وحوي وجارية تقوذي على سبحانه وتعالى يكال على كبقيسي أيها الأجارية مرك وقتي إن شاء الله تعالى وقبل بدرتي